ها هو زيد يقف في وسط الشارع تحت وطأة شمس الظهيرة اللاهبة، يعمل بادلا قصارى جهده في تنظيف السيارات، يكافح من أجل توفير لقمة العيش لأولاده. بعد ساعات طويلة أمضاها زيد في العمل الشاق، وعوضا عن قيامه بشراء متطلبات المنزل، قام وللأسف الشديد بشراء القات من السوق. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية، إذ كيف لأب من الآباء لا يشعر بالفرحة التي تتملك أطفاله الصغار حال عودته إلى المنزل، وكلهم أمل وشوق لما يجلبه لهم. إذن ما هو مصير هؤلاء الأطفال الصغار إن كان أمثال هؤلاء من الآباء لا يكترثون مطلقا لطلباتهم، بل كل همهم يصب في تناول أوراق القات والتي لا أرى فيها سوى الضياع والإحباط للكثير من أبناء شعبنا.